نعم. هو كاسر خاطره واحد. مكتوب في اللوح انه من اهل النار. مكتوب في اللوح انه من ان الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. وكتب فلان من الناس انه من اهل النار. صحيح؟ نعم. شو اسمك؟ يوسف. ويوسف مشفق عليه. يقول يعني حتى لو بيغير ما يقدر هكذا. اي نعم. لو يبي يؤمن ما يقدر. لا، مو صحيح هذا الكلام ابدا، ليست هكذا تؤخذ الامور. الامر وما فيه ان الله تبارك وتعالى لكمال علمه جل وعلا، لكمال علمه نحن الان نعلم اشياء، لكن هل نعلم المستقبل؟ هل تعلم ماذا سيحدث غدا؟ طيب، الله هل يعلم ما سيحدث غدا؟ ممتاز. إذن وبعد غد يعلم سبحانه وتعالى، إلى أن تقوم الساعة يعلم، إلى ما بعد قيام الساعة يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لما كتب فلان، خلنا نضرب مثالا، ها أبو جهل مثلا، أبو جهل لما كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ أن أبا جهل من أهل النار، هل الله تبارك ظلم أبا جهل بحيث أنه لو أراد أن يسلم ما في فايدة، لأنه ما راح يسلم، لأنك مكتوب أنه من أهل النار، حتى لو يسلم ما يقبل إسلامه، هكذا تظن؟ نعم، هذا غير صحيح أبدا، لأن الله تبارك وتعالى لما كتب أن أبا جهل في النار، لأن الله يعلم ماذا سيفعل أبو جهل، الله يعلم أن أبا جهل لن يسلم، ولذلك نحن لم نطلع على هذا المكتوب. يعني أبو جهل ما اطلع على المكتوب. يعني لو كان أبو جهل اطلع على المكتوب مثلا وقال خلاص في النار في النار خربانة، ويا مغرب خرب، وبدأ يفسد في الأرض وقال لو أصير نبي أدش النار، ماكو فايدة. صحيح؟ نقول لو كان أبو جهل اطلع على هذا ومنع من الإسلام، نعم كلامك صحيح، لكن هل اطلع أحد على ما في اللوح؟ هل اطلعت أنت على هذا الذي تكلمت عنه أنه لن يسلم ولن يقبل منه، أو أنه إذا أسلم لن يقبل منه؟ أبدا. المطلع من؟ الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يعلم هذا الشخص الذي تكلمت عنه أو عن أبي جهل مثلا، يعلم أنه لن يسلم، فكتب بناء على علمه جل وعلا. لكن لو هذا الشخص فعلا أراد أن يسلم، تجد ما هو مكتوب أنه من أهل النار، تجد مكتوب أنه من أهل الجنة لأنه سيسلم. أعطيك مثالا، الله سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول أهل العلم أن هذه الآية نزلت في كفار قريش في ذلك الوقت، والمقصود بالآية إن الذين سبق في علم الله أنهم يموتون كفار سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وذلك أسلم بعضهم. يعني أبو سفيان ليس أقل كفرا من أبي جهل، أبو سفيان ليس بأقل كفرا من أبي جهل. أبو جهل كان رأس وزعيم قريش، بعد ما مات أبو سفيان صار رأس وزعيم قريش، يعني كلاهما في مرتبة واحدة في الكفر والعناد والقتال. أبو جهل كان قائد المشركين في بدر، أبو سفيان قائد المشركين في أحد. أسلم أبو سفيان وقبل منه، ولم يسلم أبو جهل. لماذا؟ لأنه كتب في اللوح المحفوظ أن أبا سفيان سيسلم، وكتب في اللوح المحفوظ أن أبا جهل سيكفر، لكن لا أبو جهل يدري في اللي مكتوب ولا أبو سفيان يدري في اللي مكتوب. لكن إذا أسلم الإنسان يقبل الله منه قطعا يقينا، فنحن نبني على هذا الأصل. وضحت؟ الحمد لله.